الكامب هنا بيحتوي عن بنستقبل جميع السياحة المصرية والسياحة اليهودية وبنشرف جميع السياحة الأجنبية كلها، واحنا هنا بنعبر نفسنا عن البلد وعلى راحة الناس وخدمة الناس وخدمة الوطن قبل كل حاجة، دي أهم من كل حاجة. واحنا أول حاجة بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات اللي هو عملها الفترة اللي فاتت، وعلى السيد المحافظ وعلى السيد رئيس الوزراء وعلى السيد إبراهيم بي عيسى. في كافيتيريا، مطعم، في بوفيه، في شاليهات 12 حدا 9 شاليهات، في زوج وفرد وثلاثي. احنا عاملين جايبين الشغل ده الناس عملته من النوبة عشان يبقى صديق للبيئة. واحنا برضه عاملين خوش اللي هي خوش البوص اللي انتوا شايفينها دي مثلا، والقعدات اللي على البحر، وعندنا قاعدة النار هنا، عندنا قاعدة باليه ويوجا برضه موجودة في المكان هنا برضه عشان مساعدة السياحة والأنشطة اللي هم بيحبوها برضه. احنا بندور على أنشطة اللي السياحة بتحبها، وأهم حاجة بنعمل أي حاجة في المكان اللي هي تكون صديقة للبيئة، لان طبعا عشان ما ننفعش ان احنا نغير فيها، لان الناس ديت لما بتيجي من بلاد بره هي عايزه صديقه البيت.